أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. المواقف التي أطلقها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد انطلاق المرحلة ما قبل الأخيرة من جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان احتلت صدارة الصحف، والتي تابعت أيضا والتي صدرت اليوم على المواقع بسبب عطلة رأس السنة الهجرية، وبالتزامن أيضا مع مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والتي أعلنها من ستراسبورغ خلال مشاركته في أعمال البرلمان الأوروبي. أيضا لا يزال موضوع تشكيل الحكومة الجديدة محط اهتمام الصحف التي تابعت أيضا الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم مباشرة على الهواء من الاستديو مع النائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني. معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. أهلا فيك، صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وتحية إلى مشاهدين تلفزيون المستقبل بالصبحية. وينعاد عليك بعيد رأس السنة الهجرية كمان. عليكم إن شاء الله. يعني الرئيس الحريري بلهاي، رئيس الجمهورية بستراسبورغ، والرئيس بري عم بيتابع نشاطه بساحة النجمة، ما طلع على المصايلح بعد. لا ما طلع. نعم. وطبعا يعني الوضع بيقتضي وجوده هون. نعم. واليوم عم بيمارس يعني في لقاء أربعة وفي اجتماع كتلة وعم يعطي موعد. كمان ما فينا كلنا يعني الظروف منقدره. نعم. يعني مثلا زياره رئيس الجمهوريه الى البرلمان الاوروبي بستراسبورغ محطه جيده، وكلمته حمل هموم لبنان كلها، من موضوع الاونر وموضوع اللجوء الفلسطيني، النزوح السوري، الوضع الاقليمي، يعني حمل هموم لبنان الى انا برايي الى مكان مهم. يعني الاتحاد البرلمان الاوروبي تعرف هو برلمان الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي دولة، يعني هو مجموعة دول شريكة للبنان. نعم. نحن عنا اتفاقية شراكة معهم، فالشراكة بتكون يعني بالعسر وباليسر، ولبنان اليوم بحالة عسر. فجيد أنه هذه المحطة. فخامته وطبعا نحن بنطلع أيضا إلى زيارة فخامة الرئيس إلى الأمم المتحدة نيويورك، حيث كمان حيكون في مجال أيضا ليرفع قضايا لبنان أمام الأمم المتحدة، وهناك بشكل خاص موضوع الأونروا. نعم. اللي هو بيشكل شغلة كتير كبيرة بالنسبة للبنان. وهون كمان بدي يمكن نوه بموقف وزير الخارجية بالجامعة العربية. الجامعة العربية. اجتماع الجامعة العربية يعني بداية نوع من التنسيق العربي، يعني كلمته كانت معبرة، التنسيق مع الأردن اللي هو أيضا دولة متضررة، مع الجانب الفلسطيني اللي هن أكثر متضررين. يعني هيدي الحركة ضرورية ويجب أن تتكثف. أي. يجب أن يعني نعمل مثل محور الدول اللي حتتضرر بشكل كتير كبير من موضوع الأونر لا يكون في تحرك أو موقف موحد في موقف هذا موحد وتحرك. نعم. والتحرك لما يعني إيد لوحدة ما بتزقف، لما نحن بننسق مع الدول الأخرى خاصة مع الأردن اللي هو ضحية مثلنا بتصير يمكن، ومع الجانب الفلسطيني اللي هو الضحية الأساسية. نعم. لأنه في يعني اللي انحكى أنه القصة مش قصة بس توقيف تمويل، القصة أنه يعني حدا مثل واحد يعني موجود عندك كانوا أهله عم يبعثوا له أو حدا عم بيساعده ونقطع شويتين قطعوا لك إياه، ودبر حالك أنت وياه. يعني أنه لبنان هل قادر بهاللحظة يحمل تاني شيء الانعكاس السياسي اللي هو موضوع التوطين، وانه الكلام هو مش بس توقيف المساعدات او الدعم، الكلام اللي انحكى انه هذه مواضيع بتنحل مع كل دولة على حدة، يعني انه شو رتبوا اموركم بتاخذوهم، اللي هو ضرب لموضوع حق العودة. لانه نعم. تعرف هي القضية الفلسطينية واوسلو كله وقف على شغلتين، القدس وحق العودة. أي. ضربوا القدس وعم يضربوا حق العودة هلا، وتاني شيء يعني حتى عم يلغوا فكرة وجود دولة فلسطينية، انه هلا دشروا منظمة التحرير من واشنطن. نعم. بكره يمكن يصير في موجة تانية، انه الفكرة هيدي شيلوا لنا اياها من راسكم. نعم. رح نتابع ايضا مواقف رئيس الجمهورية وايضا ما جرى بالجامعة العربية، ولكن رح ابدا بموضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. الرئيس الحريري بعد حضوره جلسة المرافعة الأخيرة الكثير من المواقف أطلقها، أكد على العدالة لأنها تحمي لبنان، ولم نلجأ يوما إلى الثأر لأنه رفيق الحريري كان رجل عدالي والحقيقة ستظهر، وبالنسبة لي البلد هو الأهم،
وقال جملة لافتة: عندما أكون في هذا الموقع يعني عم بتابع مجريات هذه الجلسة يجب أن أضع مشاعري جانبا. كيف تقرؤون معالي الوزير؟ هذا طبعا موقف رجل دولي، يعني كلنا نقدر يعني وجع آل الحريري عائلته. وأنا يمكن عرفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن كثب، عملت معه كوزير لسنوات، وكان في صداقة حتى بعد الوزارة، وبنقدر الدور اللي عمله للبنان. فطبعاً هذه الجريمة جريمة كبيرة، ولكن لبنان اليوم مثل ما قال دولة الرئيس بحاجة ل خلينا نقول يعني نرجع نلم بعضنا، لأنه حماية وحماية البلد، لأنه نعم. البلد هالقد واقع بعين عاصفة، المنطقة كلها يعني عم تغلي، واليوم التحديات والتهديد بانفجار مثلا بشمال سوريا، ما يجري في كل الشرق الاوسط. نعم. فيعني مشكور على هذا الموقف، يعني موقف رجل دولي. نعم. حتى يعني كان ردا على سؤال حول موضوع ما جرى بتوجيه الاتهام لحزب الله، كان له موقف انه هناك دفاع ولنرى الحكم الذي سيصدر لاحقا. صحيح، يعني ما هي يعني الموضوع عند المحكمه وفي الدفاع، وبده يعرض يعني قرائنه. أنا طبعا في كتير تشكيك بالقرائن اللي أعرضها. نعم. الاتهام على كل حال يعني في محكمة، وخلينا نشوف شو بيصير. علما كان في كلام أنه قد يكون في تداعيات على الداخل اللبناني، ولكن كلام الرئيس الحريري أنه البلد هو الأهم والشراكة والكل يجب أن يشارك، ربما ما بعرف كيف تقرأ. لا طبعا هو هيدا نوع من منع قيام أي احتقان، يعني هيدا يعني هو بالنهايه صاحب الحق الاساسي، ما في حدا يزايد عليه، يعني هو ابن هذا الشهيد. نعم. فلما هو بياخذ موقف من هالنوع، هذا منع ليكون في ردات فعل مجنونه او شيء من هالنوع. نعم. بالعوده الى ستراسبورغ، مواقف كثيره لرئيس الجمهوريه امام الجاليه اللبنانيه، وايضا خلال الجلسه للاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي، حكي اول شيء انه لبنان بموضوع الارهاب والامن والاستقرار بالداخل اللبناني، ودعا البرلمان الى تفعيل قرارات الدعم المادي للبنان لا سيما وتاخذ منها بمؤتمر بروكسل، وبشان النزوح السوري. حضرتك اشرت الى بعض المواقف، اهميه ان يكون هذا الموقف بالبرلمان الاوروبي بالنسبه للبنان. يعني اول شيء اهميته انه مثل ما حكيت سلمان، انه الاوروبي يعني الدول الاوروبيه 28 دوله، هذا البرلمان يمثلهم، الاتحاد الاوروبي قوه عظمى بما يمثل ومن يمثل، واهم من هيك انه في شراكه موقع بين لبنان والاتحاد الاوروبي، يعني هذا اتفاقيه الشراكه مذكر اللي وقعناها. نعم. فعلناها بال 2002، يعني طب هيدي قائمه، واليوم في تبادل تجاري كبير وفي علاقات. وبعدين جار، واهم من كل هالشيء، هذا تدهور الوضع في لبنان يعكس نفسه، او في حتى في الدول المجاوره الاخرى يعكس نفسه بشكل مباشر على الاتحاد الاوروبي. يعني نسينا نحن المشاهد اللي شفناها. فاليوم مثلا، هلا انا بعرف انه الدول الاوروبيه بلشت تعمل وتفكر بزياده مساهماتها للأونروا، بس انا لما بترك 400,000 يعني لاجئ فلسطيني بدون امل، بدون علم، بدون صحه، بدون مستقبل، اي طب هدول وين رايك بدهم يروحوا؟ شو بدهم يعملوا؟ ما انت يعني هذا امر انساني معروف، طبعا يبلشوا يا بالبحر يا بالبر يا بطريقه الماء، او على الاقل بتحولوا ل يعني بيستوعبهم الارهاب اللي كلنا عم نقاتله. صح. فثانيا بالنسبه لموضوع سوريا، موقف الاتحاد الاوروبي مهم لانه مؤثر. تعرف اليوم كان في حكي هلا بلش يتغير بموضوع عوده النازحين وكذا، فلا شك انه يعني لازم يندق الجرس عند الاتحاد الاوروبي ليتكامل مع الموقف الروسي، لنتساعد جميعا، وطبعا يعني لنقدر نبلش خلينا نقول نوع من التنسيق مع سوريا لاجل تسهيل العوده. هو التنسيق قائم بطريقه ما تماما حاليا، يعني موجود، يعني نعم. موجود اكيد، يعني بعيد، يعني بغض النظر عن الجانب السياسي التنسيق قائم. بيمثل لبنان على طول، بيمثل امنيا،
في اكيد وزراء عم بيروحوا، في يعني في مطلوب انه يعني بالنهايه ما بتقدر بهذا الملف ما تخلق نوع من اليه وتنسيق لاجل حلحلته هو وغير ملفات. يعني في ملف المعابر ايضا امر مهم جدا وحيوي للبنان. يعني انا بدي شدد هون على موضوع المعبر، معبر نصيب واهميته البري. ايه بتعرف انت اليوم سلمان في خطر اليوم في بتشرين تاني رفع بنسبة العقوبات على إيران. نعم. فالخليج العربي ومضيق هرمز وكذا قد يواجه مشاكل. اليوم للوصول إلى دول خليج عديدة، للإمارات، لقطر، للكويت، للعراق، كل هاي والسعودية من خلال هذا المعبر البري. فهي بالبحر. اليوم لبنان يعني سكج حاله شوي بالصادرات وغيره من خلال عبر البحر. طيب اذا صار في مشاكل ما في مهرب من البر، فهلا طبعا المشكله بقصه المعبر لا تعود فقط للبنان، هو حتى بعد ما فتح بينه وبين الاردن، بين سوريا والاردن. فانا برايي يعني ما بعرف اذا كان يعني في مجال التنسيق انه عربيا يعني بين سوريا والاردن ولبنان والعراق لاجل يعني فتح المعبر، لانه هذا بوديك على الخليج، بوديك على الكويت، بوديك على العراق، وهو يعني رئة بده يتنفس منها الاقتصاد اللبناني. هو الكلام عم تقوله بمحله، ولكن في بعض المواقف انه ما يتم ابتزاز الجانب السوري للبنان لانه لبنان بحاجه لهذا المعبر السياسي. ما في يعني قيل هذا الكلام. انا برايي مش ابتزاز سياسي، يعني اليوم لك بالحياه يعني بالدول كلها دائما في مصالح دائمه، ما في عداوات دائمه. نعم. هلا اليوم ما حدا عم يعني بس انه على الاقل نلاقي آلية وبده يكون فيها يعني إلها مرجعية، رئيس جمهورية. نعم. هلا ما في حكومة بس رئيس جمهورية هلا في يتصرف، فمن شيطن مثلا وزير راح يعرض يحضر معرض راح من شيطنه يعني بصفة شخصية او بصفة بالحكومة شيطن الموضوع ونكمل يعني هيدا انا برايي المزايدة بهالموضوع. نعم. هيدا لهالدرجه يعني عم تاذي البلد اكثر. على كل حال بستراسبورغ كان في وعد من البرلمان الاوروبي بزياده المساعده للانوروا، وقيل سيكون هناك اجتماع بنيويورك على هامش اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده، ودعا لبنان بشخص رئيس الجمهوريه ان يشارك فيه. ما هي الاتحاد الاوروبي مثل ما قلت في مجموعه متضرره عند النازحين اللاجئين، وفي مجموعة متضررة بشكل غير مباشر هي الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي اللي بده ينعكس عليه ما يحصل لهؤلاء اللاجئين. نعم. فعشان هيك إنه بدنا نتعاون كلنا لأجل حل، نحن عم نحمل عبء وجودهم، هن بده يحملوا عبء مسؤولية وضعهم الاجتماعي والخدماتي وغيره. قادرين يأثروا بالموقف الأمريكي أم بمعزل عن الموقف الأمريكي؟ على الأقل بيقدروا يحلوا محله. أها. لحتى يعني الله يفرجها. بس انه اذا تركناهم لهدول اللاجئين قطعناهم مثل ما بيقولوا يعني انه طلاب خارج المدارس، وكان مؤثر امبارح الحقيقه يعني واذا شفت انت مؤتمر الوزراء الخارجيه، هذا الطفل اللي طلع ببدايه الجلسه بس مطلع قال لهم ما تتركونا وحكي بشكل مؤثر، وهيدا عم بيعبر عن واقع. يعني بكره انه يعني شو حجم الكارثه اذا الأونروا توقفت عن العمل بالمخيمات. وفي بدي نوه انا بوحده الموقف الفصائل الفلسطينيه بكل المخيمات برغم من خلافاتهم بهالاطار هيدا. فواقعا طب انت تتصور مثلا سكرت مدارس، سكرت مستشفيات، بطل في اعاشه، بطل في، طيب انه هيدا مش قنبله حتنفجر بالنهايه بالبلد؟ كان لافت موقف الوزير جبران باسيل ايضا انه فعلا يعني في تراجع بوحدة الموقف وحتى في نوع من الإهمال، أو أنه خلى القرارات تتقدم من موضوع القدس إلى موضوع الأنروا إلى موضوع القضية الفلسطينية ككل. لا واضح أنه في يعني شيء جديد عم يتدبر. كيف يعني ما عادش يعني هو اللي قالوا أنه ما تتهموني أني أنا عندي عقدة المؤامرة مثل ما بيحكوا دايما، بس بيكون غشيم اللي ما بيشوف شو عم بيصير. يعني انه ستيب باي ستيب يعني خطوه خطوه عم بتم تدمير فكره الدولتين. نعم. وحق العوده وكله هذا. نعم. سيستماتيكلي عم بتم
حسب خطة تدميره. ما في تحرك يعني. وهذا نحن حنكون متضررين منه. نعم. الأردن حيكون متضرر. نعم. الفلسطينيين متضررين أساسيين وكل الشركاء الآخرين بالمنطقة. هلا حدا عم بيقرر هالشيء على بعد 10,000 ميل، بس إنه بس هو بيلحق بهيدا المحيط. في رفض وقرار لبناني واضح بموضوع رفض التوطين، ولكن هذا الخطر يبقى قائم. مش رفض، في دستور. بالضبط، ولكن يبقى قائم في نوع من الخطر على لبنان، وانه حتى مع وجود اللجوء السوري ممكن مش كلهم يرجعوا. الخطر مش قائم، محدق. اها، يعني اليوم انه يعني اليوم عم بقرا مقالي للصحافي روبرت فيسك مثلا. نعم. رايح فايت من تركيا، كتبها امبارح هو، ومتنقل بكل الشمال السوري، بحلب، بإدلب، بالمناطق هيدي، شايف شو عم بيصير. وهي مثلا الملفت بالمقالي انه كيف ما برمت بيوت مهدمه، اكواخ مهدمه، وين بدنا نروح؟ انه فانت اليوم بحكم امر الواقع، لما نحن اليوم عنا عشرات الوف الولادات، حتى ما بيمنوا بيقولوا 150 140. نعم. طيب هيدا جيل جديد عم يربى هون، وبعدين الناس عم بتحاول توجد واقع لها، وهيدا تفتح شغل وتستقر. يعني مثل ما بيقولوا بالانجليزي the sooner the better، كل ما عجلت كل ما افضل. نعم. مش لا سمح الله كرها باخواننا السوريين. انا بعتقد لبنان من الدول اللي ميزت نفسها بالتعامل مع النزوح السوري. صح. تعاملت باخوه، ونحن بنحفظ لهم انه هن يعني بايامنا الصعبه. نعم. تعاملوا بأخوة مع النازحين اللبنانيين بالحروب المختلفة اللي مر فيها البلد، فتعاملنا ما عملنا لهم مخيمات حصرناهم فيها مثل مخيم الزعتري، مع أنه يقال كان تنظمت أكثر لو صار في مخيمات. صحيح، يعني بس كنا عملناهم فانتشروا بالبلد وكل شيء، بس أنه يعني بنهاية المطاف هذا البلد هو أصلا ضيق بأهله، فمش قادر يحمي. يعني البطالة بين اللبنانيين شيء لا يصدق. يعني نعم. الشباب اللبناني يأسان، واليوم في 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 مقالي معمول نوع من هيك سيرفي، انه يعني 25% من المراهقين عندهم احباط. يعني عم تحكي عن عشرات الالوف. نعم. لانه الولد عم يطلع شوي بيسمع اخبار، بيشوف شو عم. نعم. بيصير، بيشوف اهله كيف وضعهم ضيق كذا، بيشعروا انه ما في مستقبل، ما في امل، حتى لو تعلم وتخرج بالاخر. فرص يعني بيقولوا لا حياه مع الياس، ولكن للاسف. نعم. كثير شباب عم بيعيشوا يوميا مع الياس. نعم. رح نتابع معك مع الوزير شان الحكومه وجانب الاقتصادي، موضوع التشريع بالقسم الاخير، بعد التوقف لاستراحه اولى. ابقوا معنا مشاهدينا.